برا. السلام عليكم. اليوم نروحوا نديروا جولة في منطقة الصابلات. وسوف نتابع ما هو جديد على مستوى منطقة الصابلات. إذن نروح نشوف الجديد. وهذا الجسر تاع المشات، لاحظ أن الجسر هذا يحتاج إلى عملية تاع صيانة، وخاصة فيما يخص الصبيغة تاعو، لازم له صبيغة المضادة للأكسدة، لأنه واقع يعني القرب من البحر، وهذا يأثر على كاين فيه يعني الفينومين دو كوروزيون نتاع الحديد بالهواء المشحن بالأملاح اللي تأتي من البحر.
الملاعمة لا. إذا نروح للجهة اللي فيها الأشغال بالاتجاه هذا الاتجاه، نروح نشوف المنطقة هذيك اللي مازال ما صورناهاش، مازال ما رحناش ليها، هذه مدة تقريب 3 سنوات. الآن نروح نشوف الجديد تاع الأشغال تاع المنطقة هذيك. هنا نلاحظ بأنه الأشجار كبرت، لكن العشب الغازون محروق ميت. وهنا هذه بأن الصيانة ناقصة، لكن الأشجار آخر مرة زرتها هذه مدة 2 أو 3 سنوات، لاحظ انه الاشجار كبرت. النخيل هذا كبر ومليح، هذه حاجه مليحه. هنا لابد من هذه المنطقه، هذه لازم يخلقوا ديزالي تاع المش في وسط الاشجار، يديروا ديزالي عوض انه يديروها كلها غازون، والغازون ما يقدروش يعتنيوا به. إذن كان أفضل أن يديروا ديزالي تاع المش، مسالك للمش في المكان اللي غادي نمشي فيه هنا، يكون فيه مسالك للتحرك، والمش أفضل من العشب الطبيعي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.